بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد اني اكون معكم في الجزائر المره هذه. جزء مهم جدا هو الميديكال فيرولوجي، والجزء الاخر ان شاء الله الكلينيكال ايميولوجي. اليوم انا حنتكلم ان شاء الله كل المحاضره اليوم ايش المتوقع ان احنا نفهم الفيرولوجي بعد انتهاء الكورس. حتكلم على كل التفاصيل، كيف نمتحن، كيف حندرس، كل التفاصيل حتكون لابد نستوعبها سويا ان شاء الله. فكل الحديث حيكون عن الكورس سبيسيفيكيشن بالميديكال بايولوجي، حيكون على الكورس سبيسيفيكيشن بالميديكال بايولوجي بالتفصيل، ولابد نحن نفهم عليها تماما لانه ذا الاساس اللي حنمتحن والاساس اللي المفروض نخرج بالمعلومات والمفاهيم الاساسيه. اليوم ان شاء الله أول حاجة حنتكلم عن معلومات عامة الـ General Information. الأمر الآخر حنتكلم على الـ Intended Learning Outcomes اللي هي المخرجات التعليمية لهذا الكورس، إيش اللي حنستفيده من هذا الكورس بالضبط. الأمر الآخر حنتكلم على محتويات المحاضرة، محاضرة حنتكلم المحاضرة الأولى إيش عنوانها، إيش الـ Subtitles لها. بعد كذا حنتكلم إن شاء الله على نمط التيتشنج والليرنينج، كيف حنتعلم سويا، لانه تعليم الحديث لابد الطالب يكون محور العمليه التعليميه وليس الاستاذ. حنتكلم سويا ايش النمط اللي حننتهجه ان شاء الله سويا عشان نتعلم في هذا الكورس. حنتكلم بالتفصيل على الميثود اوف اسسمنت، كيف حنمتحن. يعني الاسئله اللي حاعطيكم اياها هي نفسها اللي حتجي في الامتحان، يعني مش الاسئله، يعني النمط نفسه تايب اوف كويشنز اللي حنعملها هي اللي حتدخل ان شاء الله حتكون في نمط الامتحان. حتكلم عن المرجع اللي المفروض نرجع له ان شاء الله في المحاضرات هذه، ايش المرجع اللي المفروض نرجع له بعد المحاضرات دي. وفي النهايه في رولز معينه او قواعد معينه عايزين نتفق عليها قبل ما نبدا. فالبدايه كالاتي، هذا هو عقد، ويفترض انه اي عضو هيئه تدريب في اي مؤسسه تعليميه انه يستعرض هذا العقد مع طلابه قبل ما يبدا، لانه هذا الاساس، هو كونتراكت بيننا وبينكم. يعني اللي حقوله اليوم هو ملزم بالنسبه لي انا اعديه، وملزم بالنسبه لكم انكم تستوعبوه وفي النهايه ان شاء الله تنجزوه في الامتحان اللي حيتم. المعلومات العامه كالاتي، اول امر الكورس ده عباره عن 18 ساعه ليكتشرز وست ساعات براكتيكال، التوتال كله حيكون 24 ساعه. النمط الاخر او الهدف الاخر، ما هي المخرجات التعليميه لهذا المقرر؟ ايش اللي حتستفيدوا منه في هذا المقرر؟ المخرجات التعليميه كالاتي، هم قسموها خمسه حقيقه تقسيم، لكن احنا لازلنا نمشي بالاربعه التقسيمات. انه في معارف ومفاهيم، في نولج اند اندرستاندينج، وفي انتلكتشوال سكيل اللي هي مهارات ذهنيه، مهارات تفكير، وفي مهارات براكتيكال سكيلز، وفي مهارات عامه. فلا بد الكورس هذا يغطي الاربع مهارات. تعالوا نشوفهم واحده واحده. اول امر اللي هو النولج اند الاندرستاندينج، ايش اللي حتعرفوه في هذا المقرر اللي هو كورس الميديكال فيرولوجي. يفترض في نهايه الكورس بعد ما نخلص، في نهايه السنه يعني بعد ما نخلص الكورس، كل طالب وكل طالبة قادرين على الآتي. أولا أنه يعمل ديسكرايب للبروبرتيز اوف فايروسز. لابد كل واحد أنه قادر يوصف ايش الفيروسات دي؟ ايش الفيروس؟ ما هي مواصفات هذا الفيروس؟ النقطة الثانية أنه لابد كل واحد قادر في نهاية هذا الكورس أنه يشرح الريبليكيشن للفيروس. الفيروس ده يتزايد، كيف يتزايد؟ لابد نفهمها وعلى فكره دي نقطه في منتهى الاهميه، لانه مش حنفهم الميكانيزم اوف انتي فايرال درجز الا اذا فهمنا ستيب اوف ريبليكيشنز، لانه اساسا الانتي فايرال درجز هو يعمل بلوك للريبليكيشن، فلابد نفهم الريبليكيشن ونشرح الريبليكيشن بالتفصيل. النقطه الثالثه، لابد الكل يكون عارف يصف الديفرنت ميثود اوف لابراتوري دايجنوزيس. لما نتكلم على فيروس كيف نشخص هذا الفيروس؟ ما هي اللابراتوري دايجنوسيس فور دايجنوسيس الفيرال انفكشن؟
في نهاية هذا الكورس ضروري كل واحد يكون بالتأكيد عارف يعمل explanation للميكانيزم of action للأنتيفيرال دراجز. كل الأنتيفيرال دراجز اللي حنتكلم عليها لابد توصفها كيف بتشتغل الأنتيفيرال دراجز. الأمر الآخر في حاجة اسمها البرايون ديزيز اللي لو سمعتوا عنه اللي هو اللي بيعمل جنون المقعد الماد كاو ديزيز، حنتكلم عليه إن شاء الله ضروري نتعرف عنه. وآخر حاجة ودي في نقطة في منتهى الأهمية، كل واحد ضروري يعرف عن يعرف الديفينيشن ويعرف الاستراكشر ويعرف الباثوجينيسيس ويعرف اللاب دايجنوزيس ويعرف التريتمنت ويعرف البريفنشن لكل الكومن فيروسز سواء كانت دي ان اي او ار ان. وفي تاسك حقول لكم عليه وانا بتكلم في الكونتنتس ان شاء الله. هذا كل اللي يلزمكم ان شاء الله في النولج اند الاندرستاندينج، هذه المعارف والمفاهيم اللي المفروض تستوعبوها من هذا المقرر. طيب تعالوا نشوف الان ما هي محطات التفكير الانتلكتشوال سكيلز اللي هي ثينكينج سكيل اللي لابد نمارسها سويا ان شاء الله. الامر الاول في نهايه الكورس هذا ضروري الكل ها يكون قادر على هاتي يعمل انتربريتيشن للريزلتس السيرولوجيكال ريزلتس. يعني في النهايه اكيد حجيب لكم ريزلتس للديزيز معين نتائج معينه من فهمكم لهذا الفيروس قادرين تعملوا انتربريتيشن هذا حيمشي مع كذا هذا حيمشي مع كذا اكوردنج للريزلتس اللي طالع معنا. وبالتالي دي فيها تفكير. الامر الاخر انه قادرين ان احنا نعمل فورميليشن للسكيم فور كلاسيفيكيشن اوف فايروس. والسكيم على فكره من الاشياء اللي بتنمي مهارة الثينكينج. لو ما اعرف مثلا باثوجينيسيس لفيروس معين كيف اعمل سكيم لهذا الباثوجينيسيس. فدي من ضمن المهارات اللي حنتعلمها ان شاء الله سويا في هذا الكورس. الامر الاخر في نهاية الكورس ده كمان ومهم جدا ان احنا زي ما قلت نعمل سكيم اور فورميليشن سكيمز للباثوجينيسيس للكومن فيروس. في معنى كومن فيروسز ولها دور كبير في الاور كوميونتي. كيف استطيع انه انا فقط بسكيم معين ابدا من لما اقول باثوجينيسيس ما معناها؟ معناها بدايه من مود اوف ترانسميشن لين حدوث الديزيز. فدي لما نتعلم كيف نعملها في سكيم حتكون من ضمن المهارات الثينكينج اللي حنتعلمها ان شاء الله. الامر الاخر ومهم جدا كيف نعمل سيلكت للتست المناسب فور دايجنوزيس فيروس معين. بعد ما نمشي ان شاء الله في الفيروسز كيف نحن نختار لما اوصل مثلا للهيباتيتس اي فيروس ما هي التست اللي استخدمها عشان اشخص هذا الفيروس. لو ما اوصل مثلا للدنجي فيفر او الدنجي فيروس ما هي التست اللي استخدمها عشان اشخصه. دي من ضمن الاشياء اللي ان شاء الله حنعملها في معظمها في كيس ستادي ان شاء الله. ده الجانب الثاني. اذا معنا النولج واندرستاندينج ومعنا انتلكتشوال سكيلز والامر الاخر اللي هي معنى ما نسميها بالبراكتيكال سكيلز اللي هي المهارات العمليه. المهاره العمليه للاسف حنحاول قدر المستطاع نغطيها نبرزها مع البنتي. لابد الكل انه يعمل بيرفورم يشتغل بالإلايزا ديتكشن للهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين فيروس وال والتكنيكس هو اميونيتي لانه سيرولوجي. فدي حنعملها ان شاء الله بالتنسيق مع كورس الاميونولوجي ان شاء الله. الامر الاخر لابد نعمل ديمونستريشن فقط نتعرف على الاميون فلوريسنت. كيف الاميون فلوريسنت؟ كيف الجهاز ده؟ كيف بيشتغل؟ الامر الثالث ان شاء الله حنتعرف على التيشو كالشر لانه الفيروسز ما تنموش على ارتفيشال كالشر، تنمو على التيشو كالشر. لابد حنتعرف ان شاء الله على التيشو كالشر كيف هي وشكلها بحيث ان احنا نعرف انه ينمو الفيروسات في التيشو كالشر. ده النقطة اللي هي الثالثة، إذا ركزوا معي. في المخرجات التعليم. هيا تكلموا. Knowledge and understanding. Intellectual skill. Practical skill. وآخر حاجة اللي هي الجنرال سكيل اللي هي المهارات العامة. لأن احنا حنشتغل طبعا يسموها مهارات منتقلة، لأن احنا حنشتغل جروب ديسكشن بشكل كبير. ان شاء الله في اخر الكورس نحاول قدر المستطاع انه التواصل يكون تواصل فعال. حشرحها ان شاء الله في التيتشنج اند ليرنينج استراتيجيز لانه حيكونوا كل ثمانيه معهم جروبز حيحلوا مشكله
يعملوا جيف ريزون لحالة معينة، فلابد يتشاورهم. هذا التشاور ما يمكنش إنه يثمر إلا إذا كان في تواصل فعال، بحيث إنه واحد يتكلم والبقية يسكتوا، واحد يدير الفريق. دي من ضمن الأشياء اللي إن شاء الله حنمارسها إن شاء الله في هذا الكورس. الأمر الآخر لابد إنه أيضا التفاعل الورك إفكتيفلي، لابد ودي أتمنى من الجميع لا تنسوا هذا عام بيني وبينكم، لابد إنه يكون التفاعل جميع. لما نكون ثمانية معهم ميجن معينة ومعهم هدف معين، لابد إنه يتفاعلوا كلهم ينجزوا هذا الهدف. وبالتالي ذا حيكون من ضمن الأكتيفيتيز اللي حقول كيف حنقيمها في محور التقييم إن شاء الله. طيب الأمر الآخر في المهارات العامة كمان عاوزين أمر مهم اللي هو التايم مانجمنت. إحنا للأسف الشديد الشرقيين بشكل عام الوقت ليس له أي اعتبار خالص، يعني للأسف الشديد. فإحنا من خلال في إكسرسايز حيكون عليها 5 دقائق، في إكسرسايز حيكون عليها 10 دقائق، فلا بد إنه يكون في تايم ريسبكت، بحيث إحنا نتعود إن إحنا ننجز مهامنا في التايم المحدد، وبالتالي تكون صفة للكل إنه أي ميشن معينة أو أي مهمة عنده في لها تايم معين، وبالتالي تنجز في هذا التايم. الأمر الآخر ودي هي طبعًا لا نستطيع أن ننجزها على مستوى الكورس، لكن على مستوى كل الكورسات في الكلية يفترض إن إحنا نعزز مهارة التعلم اللي هو المستمر. غاية في الأهمية ليش؟ لأنه تعرفوا اليوم في تطور مهول في كل المجالات طبعاً، بالذات في الميديكال. فما كانش الطالب وهو في مرحلة دراسته باستمرار يستطيع إنه هو يقرأ بنفسه، صعب. إذا كان الأمر معتمد على التلقين حتجد نفسه مش قادر يحصل يكتسب أي معلومة، هو عاوز حد يقولها له. لكن لو الطالب بدأ يحاول يكتسب المعلومة بنفسه حتجد إنها مهارة عنده، أي حاجة جديدة قادر إنه هو يلقاها ويتعرف عليها وبالتالي يستوعبها. طيب هذه مخرجات التعليم. إذا مخرجات التعليم هي 4 مخرجات: knowledge and understanding، intellectual skills، practical skills. جميل. الآن تعالوا نتعرف على كل المحاضرات اللي حنقولها في هذا الكورس. تايتل اسم المحاضرة والسب تايتلز لكل محاضرة. المحاضرة الأولى هي إن شاء الله يوم الثلاثاء أعتقد إن شاء الله حتكون في الجنرال فيرولوجي. حنتكلم على الآتي: نعرف إيش الفيروس ده، إيش هو هذا الفيروس، حنتعرف سوياً إيش البروبرتيز أوف فيروسز، إيش صفات هذا الفيروس. الأمر الآخر حنعرف الفيرال ستراكشر، إيش تركيب الفيروس ده، من إيش يتركب. والأمر الآخر حنعمل في النهاية كلاسيفيكيشن أوف فيروس. وفي نهاية كل محاضرة حتكون في مالتيبل تشويس كويشن، 10-12 مالتيبل تشويس، نمتحن أنفسنا هل استوعبنا ولا ما استوعبناش، هل استوعبنا ولا ما استوعبناش. هذه بالنسبة للمحاضرة الأولى. حنستخدم هنا انتراكتيف ليكتشرز، يعني حيكون فيها مشاركة، حتكلم انا فيها مشاركة ان شاء الله. والمحاضرة الأولى تقريبا فيها 4 اكسرسايز. الويت حق المحاضرة دي في نهاية العام 3%. ويت الوزن حقها، وزن المحاضرة دي 3%. طيب المحاضرة الثانية حنتكلم عن ريبليكيشن اوف فيروسز، كيف بيتكاثر الفيروس. اول ما حنعرف ايش معنى ريبليكيشن، ايش هو الريبليكيشن ده، خطوات الريبليكيشن ستيب باي ستيب، كيف الفيروس ده يعمل ريبليكيشنز. الامر الاخر حنتكلم بعد الريبليكيشن على البروتين سينسز، كيف يبني البروتينات الفيروس. والامر الاخر طالما عرفنا الريبليكيشن حنتكلم على الميكانيزم اللي هي اوف انتي ميكانيزم اكشن اوف انتي فايرال دراجز، كيف بتشتغل الانتي فايرال دراجز اكوردنج الريبليكيشن اللي قلناه. وفي النهايه كالعاده حنعمل تيست الاور سيلف. تيست احنا بنعمله كالاتي، وبتفضحونا هنقسم جروب الطالبات وجروب الطلاب، فسؤال بسؤال، وفي النهاية الفائز تعطى له الدرجة الكاملة يعني، واللي انهزم ما عدوش. فبوت وين وعدي وبهذا البناء قدام خلق الله، هذا شيء آخر شيء طلعت لاعب كرة. طيب هذا وزن وزن المحاضرة دي كمان 3%. بس ركزوا معايا، مشيش الأخوة والأخوات يقتروا بالوزن، لأنه هذه بيزنج، فهي حنعكس أساساً في لما نتكلم عن بارس، ما يمكنش نتكلم عن بارس إلا بهذه البيزنج. طيب المحاضرة الثالثة حنتكلم عن لابراتوري دياجنوسيس أوف فيرال إنفكشن، كيف نشخص الفيروس إن جنرال.
حنتكلم على direct demonstration of virus، حنتكلم كيف نعزل الفيروس، حنتكلم على السيرولوجيكال تيست، وحنتكلم على المولكولار تيست كيف نعمل ديتكشن للنيوكليك اسيد. هذه حنعطيها بالانتر اكتيف ليكتشرز، وكمان وزنها 3%. بعد كذا المحاضره الرابعه حنبدا نتكلم على الفيروسز. اول شيء الدي ان اي فيروسز. الدي ان اي فيروس حنبدا بمجموعه الهربس. قسمنا مجموعه الهربس الى محاضرتين، بارت 1 وبارت 2. المحاضره الاولى هي حنتكلم على الهربس سمبلكس فيروس تايب 1 والهربس سمبلكس فيروس تايب 2. حنتكلم على تي زي ما اتفقنا، ديفينيشن ستراكشر باثوجينيسيس لاب دايجنوستيك تريتمنت بريفنشن. في كل فيروس حنتكلم عليه بشكل ده. هذه وزنها كل محاضره الهربس وزنها 10%. حنعطيها حيكون في كيس ستدي وحيكون في انتر اكتف ليكتشر. المحاضره الثانيه كمان هي تابعه للهربس، حنتكلم على الايبشتين بار فيروس، وحنتكلم على السيتوميغالو فيروس، وحنتكلم على الهيومن هيربس 6 و7 و8 بنفس النمط، ديفينيشن ستراكشر باثوجينيسيس دايجنوستس تريتمنت وبريفنشن. طبعا زي ما اتفقنا في كل محاضره حنعمل تيست للاور سيلف، حنقيم انفسنا فيها. المحاضره السادسه حنتكلم كمان مستمرين في الدي ان اي فيروسز، في البوكس فيروسز، وان كان هذا حصل له اريديكيتد بالكامل بالعالم، بس حناخذ منه الحاجه اللي تهمنا. وحنتكلم على الادينو فيروس والبابلوما فيروس. هنا حيكون وزنها 3%، وحنتكلم في هذه الفيروس بالانتر اكتيف ليكتشرز وكيس ستدي. حتكون مشاركين بالكيس ستدي جميعا ان شاء الله. نفس الوضع، نتكلم على ديفينيشن ستراكشر باثوجينيسيس ولاب دايجنوستس تريتمنت وبريفنشن، وايضا في النهايه حنعمل امتحان للاور سيل. المحاضره السابعه حتكون نبدا في الار ان اي، وحتكون على البايبرنا فيروسز. البايبرنا فيروسز فيها فيروسات كثيره، لكن اشهرهم هم البوليو فيروس اللي بيعمل بوليوميلايتس، وكمان الرينو فيروس اللي بيعمل كومن كولد. حتكلم بنفس النمط اللي اتفقنا عليه، ديفينيشن ستراكشر دايجنوستس تريتمنت وبريفنشن. نسبة وزنها هذه 5%. أكيد في كيس ستدي حتكون في المحاضرة. المحاضرة الثامنة كمان حنتكلم برضو على الار ان اي فيروسز، وحنتكلم على الأورثوميكسو فيروسز اللي هي الإنفلونزا، حنتكلم عليها بنفس النمط. هي طبعا معناها إنفلونزا A و B و C، حنتكلم عليها بنفس النمط، الديفينيشن والستراكشر والباثوجينيسيس واللاب دايجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. وزنها 5%، وكمان حنعطيها بالانتراكتيف ليكتشر وبالكيس ستدي. المحاضرة التاسعة البارامكسي فاليديا، هي فيها المامبس وفيها الميزلز وفيها البارا انفلونزا فيروس والريسبيراتوري ستايل فيروس. بالإضافة ندخل معنا حاجة ما هيش لها علاقة بهذه العائلة اسمها الروبيلا فيروس. فيها كيس ستدي زي ما اتفقنا، في انتراكتيف ليكتشرز. المحاضرة رقم 10 اللي حنتكلم عن ريبيز، عن ريبيز فيروس اللي هو اسمه ايش؟ ده الكلب. حنتكلم بنفس النمط، في انتراكتيف ليكتشرز وفي كيس ستدي. وفي المحاضرة 11 حنتكلم عن ار ان اي فيروسز، والار ان اي فيروسز فيها نسبتها حتكون 3%، و حيكون في كيس ستدي وحيكون في انتراكتيف ليكتشرز. المحاضرة 12 حنبدأ هنا ونشوف الوزن كيف كبر. 25% الهيباتايتس، لأن الهيباتايتس هي المور كومن، وللأسف في عندنا انتشار من الدراسات اللي بنعملها في الفيروس، سواء كان في الهيباتايتس بي ولا في الهيباتايتس سي، حنتكلم عليها بالتفصيل. حنعطيها في ثلاث محاضرات. المحاضرة الأولى حنتكلم على الهيباتايتس اي واي، وحنتكلم عليها بنفس النمط اللي قلناه، اكيد في كيس ستدي كثير حنطرحها وفي انتر اكتف ليكتشرز. المحاضره الثانيه حتكون للهيباتايتس بي اند دي، وطبعا الوزن كله زي ما قلنا 25%، اكيد في كيس ستدي بشكل كبير. يمكن المحاضره هذه فيها تقريبا 12 كيس، المحاضره هذه في 12 كيس تقريبا في هذه المحاضره. المحاضره الثالثه حتكون على الهيباتايتس سي. هيباتايتس سي في ثورة كبيرة الآن حصلت، حنتكلم على كل الأبديتنج في هيباتايتس سي.
كيس فردي كبير حتكون فيه. حتكلم عن الهيباتايتس سي بالتفصيل حقه. الوزن زي ما قلنا الهيباتايتس كلها 25%. الكيس فردي هي الأساس في كل الهيباتايتس. هنا حنأتي إلى المحاضرة رقم 15، وهذه المحاضرة اللي عليكم حاجة اسمها أربو فيروسس. أربو اختصار إريتروبوت بورن فيروسس، يعني الفيروسات اللي تنتقل بال إريتروبوت. لا باكترز. الفيروسات ما تنتقل عبر وسيط اللي هو إريتروبوت. دي إن شاء الله حتكون عليكم أنتو. احنا يعني تخيلوا خلال 14 محاضرة تقريبا واحنا بنتعلم اي بس نتكلم عليه في الديفينيشن والاستراكشر والباثوجينيسيس والدياجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. فدي حنقسم نفس الوضع طبعا، سواء كانت الدنجي فيروسس او ريفت فالي فيروسس او السندبس فيروسس او اليلو فيبر، كل ثمانية ضروري يحضروا في الاربعة. كل جروب حتكون واضحة بالنسبة لكم، حيحضروا في الأربعة. بالنسبة سيبريتد الزملاء وسيبريتد الأخوات، وفي النهاية حتى تكون واضحة معكم الأمور. هعمل إكزام بس بطريقة مش هكشف عنها. هعمل إكزام للكل في كل فيروسس، وحناقش المحاضرة دي من خلال الإكزام وخلال المعلومات اللي قلتوها أنتوا إن شاء الله. فأتمنى الإخوة بعد ما نبدأ المحاضرات يبدأوا يجهزوا في هذه الأربعة المواضيع. المحاضرة 16 حنتكلم على الريترو فيروسس، وأهم حنتكلم على HIV فيروس. المحاضرة دي وزنها 7%. حنتكلم على طبعا فيها كيس ستدي، وطبعا HIV فيروس للأسف من الفيروسات اللي هي للأسف ده نسبة التواجد الآن أصبحت في بلادنا بشيء محزن. المحاضرة 17 حنتكلم على الانكو فيروسس، يعني الفيروسات اللي بتعمل كانسر. حنتكلم عليها ديفينيشن، حنتكلم عليها ما هو الايفيدنس، عاوزين نتفق ما هي الايفيدنس ان الفيروس ده يعمل كانسر. حنتكلم عن الايفيدنس دي، وحنتكلم عن الميكانيزم كيف ان الفيروس ده يعمل كانسر. وفي كل محاضرة زي ما اتفقنا حنعمل تيست الاور سيلف. المحاضرة 18 حنتكلم على البرايون. هنتكلم عن البرايون كديفينيشن وكستراكشر وكبروبرتيز له، ودي وزنها 3%. المحاضرة الأخيرة هنتكلم على الابلايد فيرولوجي. خلاص بعد ما خلصنا كل الفيرولوجي هنتكلم على الفيروسات اللي بتعمل ريسبيراتوري انفكشن، وحنتكلم عن الفيروسات اللي بتصيب الجي اي تي ومع الهيباتايتس. حنتكلم عن السنترال نيرفس سيستم، الفيروسات اللي بتصيب السنترال نيرفس سيستم، وكمان الفيروسات اللي بتعمل سكن انفكشن، بالاضافه الى الفيروسات اللي بتعمل مننجايتس، وكمان الكونجكتيفايتس. فهي عباره عن حاجه اسمها ابلايد، حنعملها ان شاء الله في كيسز، وحنعملها ان شاء الله في اكسرسايز. طيب احنا خلصنا الان الكونتنتس لكل الليكتشرز اللي حناخذها ان شاء الله. حنبدأ في نمط الـ Teaching and Learning Strategies. طيب تعالوا نشوف الـ Teaching and Learning Methods or Strategies، ودي نقطة في منتهى الأهمية، ركزوا معي فيها لو سمحتوا. أكيد إحنا اتفقنا أنه فيه حيكون في Interactive Lectures، يعني المحاضرة تفاعلية، الكل يشارك، بالإضافة أنه حتكلموا وحط لكم مجال للجميع يشاركوا. أكيد من ضمن الإكسرسايز حيكون الكيسز، حيكون الكمبارزون مقارنات، حيكون جيف ريزونز، حيكون كلمات متقاطعة اللي هم أنا كنت من هاوي كلمات متقاطعة حلها، فحيكون في كلمات متقاطعة، حيكون في ليبل لفيجرز معين، حيعملوا الناس ليبلينج للفيجرز، وأكيد بالإضافة إلى التست يور سيلف، دي من ضمن نعتبرها من ضمن الطرق التيتشينج أند ليرنينج. في نهاية الكورس ده تقريبا معانا 100 اكسرسايز تقريبا معانا في هذا الكورس، ما بين كيس ستدي، ما بين كومباريزون، ما بين كلمات متقاطعة، ما بين ليبل فيجرز. في معنا كمان ما يقارب 200 MCQ، 200 سؤال MCQ. في كل محاضرة زي ما اتفقنا معانا 10-12 MCQ، وذي عشان بس نعزز استيعاب المادة إن شاء الله عند الجميع بشكل واضح. حاعطيكم مثل الآن للMCQ بس عشان تكونوا في الصورة كلكم. خلوكم معي الأخوات جاهزين. حبدأ بالسؤال الأول وانتم جاوبوا عليه، وانتم بعد السؤال الثاني.
السؤال الأول. الانتندنت ليرنينج اوت كمز اللي هي صار اي لوز تحتوي على اتي براكتيكال سكيلز. اذا انتم موافقين ارفعوا يداتكم. مخرجات التعليم. خفت غدا خفت قلت يلا اليوم عاد ما يرفع جداتهم. طيب العبر الثاني النولج اند اندرستاندينج. ارفعوا يداتكم عشان تشوفها. طيب الامر الاخر انتلكتشوال سكيلز. الامر الاخر جنرال سكيلز. وانا بعدين اعطي الاجابه. قد تكون اجابه واحده قد تكون اجابه اربعه. بس هذا النمط اللي حنتهيته في البارز بالشكل ده تماما. السؤال لكم ابو الله شكرا لكم بتفضحونا من اول مره. طيب التيتشنج اند ليرنينج ميثودز اوف ذيس كورس كونتينز انتراكتيف ليكتشرز. هاي على فكرة الامبريشن بالنسبة لي برفع الأيدي وليس بالكلام. ففي أي ستيتمنت ضروري ترفعوا يداتكم. تست يور سيلف. كلها هنا. جروب ديسكشن. اللاب. طبعا على فكرة أسبوع أنا أجيب مثال فقط لكن أكيد في الفيروسز يمكن تكون واحدة صح. أكيد بس أعطي مثال فقط. جميل. كويس. حاجة مبشرة بالخير. طيب تعال نتكلم عن اهم حاجه واللي هي للاسف شديد اللي هي تهم الناس كلها وهو الامر الخطا اللي هو الاسسمنت ميثودز. للاسف مش اهم شيء. طيب من الاخطاء اللي للاسف الاخطاء اللي نمارسها للاسف شديد احنا كاعضاء الكليه انه مفهوم اوصلنا للاسف شديد لطلابنا مفهوم ان الامتحان يعني اذا جاز التعبير حكي او فوبيا اصبحت من الامتحان. شوفوا العالم كله اليوم الامتحان هو مرحله تعلم. في النهايه مرحله تعلم وليس قضيه حكم على اي طالب. هي فقط مرحله تعلم. لكن للاسف شديد يمكن احنا تطورت الامور وتفاجئنا اليوم انه الامتحان الأستاذ للأسف استعرض عضلاته على طلابه في النهاية حتى يقولوا هذا الأستاذ كيف جاب الأسئلة هذه؟ سبحان الله هذا نابغة الأستاذ. فهذه من ضمن الأشياء اللي عاوزين احنا قصدي حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم. الامتحان هو يقيس يو نو أور نوت، هل تعرف ولا ما تعرفش؟ عمره ما كان تعقيد لأحد. وبالتأكيد في أي امتحان لازم تكون في أسئلة للهاي ليفل وفي أسئلة متوسطة وفي أسئلة البسيطة. لكن في النهاية احنا زي ما اتفقنا هو مرحلة تعلم وليس مرحلة حكم الله. ما نقدر على أحد ولا هي فوبيا لأحد خالص. ولذلك للأسف الشديد لأنه احنا أوصلنا لطلابنا هذا المفهوم أصبح الطالب ما عاد يهموش محاضرة ولا عاد يهمه شيء، يهمه الامتحان. وهذه من الأشياء الخاطئة تماما يعني. ولذلك أنا أنصح الزملاء جميعا ايش الفائدة إني مثلا في النهاية أستلم شهادة وحتى لو جبت تقدير اكسلنت وأنا في النهاية ما دراسه ايش الفائده؟ ما في فائده خالص. صحيح للاسف انه النمط ذا اللي اطرحه للاسف النظام اللي يتبع الكليه ما يدعموش للاسف الشديد. لكن حاولوا قدر المستطاع انه في النهايه تستوعبوا وباذن الله عز وجل حتجي عمليه ما نسميها بنتائج الامتحان وما الى او الاختبار اسف ولا يسمى امتحان لانه ليست محنه ولكنه اختبار يسمى. طيب حنمتحن كيف؟ حنمتحن كالاتي. في معنى MCQ، في معنى Short Essay، في معنى Case Study. طبعاً بالمناسبة لا يجوز لأي أستاذ إنه يعمل امتحان وطلاب ما تدربوش عليه خالص. بمعنى لو ما عمل Case Study أنتوا أكيد حتدربوا على Case Study بشكل كبير. لو ما عمل MCQ أنتوا حتدربوا على MCQ بشكل كبير. لو ما أقول Give Reason أكيد أنتوا أخذتوا Give Reason بشكل كبير، فأنتوا أكيد تدربتوا عليها. صحيح قد يكون في مفهوم عشان بس التفسير لكن اكيد الطلاب مارسوا هذا في اثناء المحاضره. طبعا في ايفالويشن من الاكتيفيتيز وحقول كيف حنعمل ايفالويشن حق الاكتيفيتيز بالاضافه الى البراكتيكال سكيل. قد يكون في كومبير دي من ضمن الاشياء. وعلى فكره اي امتحان لابد يكون متنوع وليس في نمط معين. هذه توزيع الدرجات هي 10 درجات على الاكتيفيتيز ودي حتعمل بالشكل الآتي حتى تكون واضحة الأمور بالنسبة لكم. الأكتيفيتيز إحنا مش بنوزع إكسرسايز. جروب 8 جروب.
ثمانية جروب ثمانية أشخاص ثمانية جروب قولي أيوة ثمانية أشخاص كل جروب ما في مشكلة ده واحد نقص واحد ما في مشكلة الجروب ده حيكتب اسمه وحيسلم الجروب الاسم الجروب فقط وحتظل الأوراق معاكم بس كل جروب حيصورك حيكون معه ورقة من الكيس اللي عملها في نهاية الكورس كل طالب حيجي بالأكتيفيتيز معه بس معانا الأسماء للأسف شديد إحنا على فكرة شوفوا أصبحنا اليوم القيم حقنا آسف للفظ هذا ما عاد فيش القيم يعني إحنا ممكن نصلي ونصوم لكن نكذب ونزور هاي شيء محزن طبعا فتيجي تفاجأ إنه مثلا غايبين الناس ويسجل اسم زميله أو زميلته إحنا ما في مشكلة أي حد حصل له ظرف أو أي كذا موجودين نجي ونعمل إكسرسايز أو في ساعات مكتبية حتكلم عليها هذه من ضمن الخطط اللي أنا اللي رجع عند الجميع إنه نعملها في الأكتيفيتيز اللي حكينا عليها 10 درجات الأمر الآخر في ميدترم إكزام حنترم على التاريخ إن شاء الله معاكم عليه 20 درجة الفاينل إكزام عليه 40 والبراكتيكال حق التنسيق عن الميوت حيكون عليه 10 درجات ريفرنس بالإضافة إلى النوتس اللي حنعملها في الليكتشرز في ميديكال فيرولوجي هو سيمبل لأنه في النهاية انتو اندر جرادويت فلو يكون الكتاب ايضا كمان سيمبل لانه في الفيرولوجي في تكست بوك كبيره جدا الميديكال فيرولوجي ده ريفرنس بالاضافه الى النوتس اللي هنتكلم عليها في الليكتشرز طيب الان اخر حاجه نتكلم عن الرولز القواعد اللي حنتفق عليها ولا تنسوا انه دي مثابه عقد اول رول حزين نتكلم عليها بس لابد يكون في احترام حقيقه على فكرة اليوم أنا اللي ألاحظ إنه فقد الاحترام بين الطلاب وأعضاء الجلسة أنا مش عارف بس إحنا على زماننا لما كنا نشوف أعضاء الجلسة يمشي من مكان حيانا منه نروح نمشي من مكان ثاني اليوم اللي أشوف أنا يعني للأسف قل هذا الشيء لكن اللي أقصده أنا هذا ليس الاحترام بين أعضاء الجلسة والطلاب أنا أقصد الاحترام بين الطلاب أنفسهم لأنه إحنا هنتكلم عن كيس ستادي بشكل كبير إيش اللي خلاني أقول هذه الملاحظة لأني يوم وأنا أجيب كيف كيس ستادي نناقش فيها الطلاب فواحد من الطلاب يقول زميله يا حمار ما تفق فتعلم إيش يعني إحنا في جريمة ولا كيف فتعلم إنه العلاقات اللي بيننا يفترض تكون علاقات راقية لو ما نتناقش إنه يكون في رقي في النقاش فلا بد إن يكون احترام بين الزملاء بعضهم البعض وبين الزملاء وأساتذة. هذه النقطة الأولى. طيب النقطة الثانية اللي أتمنى إن إحنا ننفذها شوفوا إحنا بنتعلم كلنا فما في على فكرة إحنا مش عارف الشرقيين بالذات هذه صفة سيئة عندنا لو واحد سأل سؤال كذا بسيط يضحكوا عليه الناس ليش؟ مع إنه تشوفوا في الغرب تشوفوا الغرب يسأل وسيلة بسيطة ولا حد يضحك ولا شيء يجاوبوا عليه فنحن عاوزين نعزز هذا الأمر إنه أي حد معه سؤال يسأل عادي واي واحد يضحك حنقصه 5 درجه طيب لا ناخذ نعزز مبدا الاسئله لكن في ساعات مكتبيه حطرحها ان شاء الله حتفق مع المندوب عليها محدده بحيث ما تكون الوقت بالنسبه لكم ايضا ما هوش مشغول اي حد معه سؤال كمان في الساعات المكتبيه لكن يحب انه اي اسئله في بال اي حد يطرحها ما يخجل ابدا احنا في النهايه نتعلم فهذا اللي رجع عند الجميع وهي من القواعد اللي اتمنى ان احنا نلتزم بها الأمر الآخر القاعدة الثالثة إنه لابد أن تكون هناك مشاركة بفاعلية. لما يكون في جروب ثمانية جروب ما تشوفش إنه واحد جالس بالتلفون والأمر ما يعنيش لأنه صدقوني كلما تفاعلت في الجروب بشكل كبير كلما الكيسز اللي حتجيكم حتحلوها بشكل أسهل. لأنه حيكون في نقاش وحتكون في كيسز لابد إنه كل واحد يدي فيها برأيه. فذلك أتمنى الكل يتفاعل فيها بشكل كبير. الأمر الآخر اللي رجع عند الجميع اللي هو time respect سواء time في موعد المحاضرة أو time بالنسبة للإكسرسايز. لما نقول الإكسرسايز ده عليه 5 دقائق 10 دقائق أتمنى الجميع يلتزم بالإكسرسايز. في حاجة قبل. طيب الأمر الآخر الساعات المكتبية زي ما اتفقت مع المندوب وحبلغكم على الساعة المكتبية إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية ححدد ساعة مكتبية لأي حد معه أي سؤال يتفضل هذا الإيميل لو حد حب كمان يستفسر عبر الإيميل ما في أي مشكلة الإيميل يسجله ويرسل ما في أي مشكلة خالص الأمر الآخر يفترض الله أقول هذه القاعدة لكن من باب فقط التذكير لابد تكون في أمانة كبيرة جدا لأنه إحنا في إكسرسايز
انتوا عارفين حزين اني اقول لكم انه في الغرب اليوم بيخلوا يجيبوا اكسرسايز بالبنك فيحلوا اكسرسايز بالبنك فيقولوا هذا قيم زميلك قيموا يعطيك درجه وفي النهايه ينشئوا فيهم مبدا الامانه مش انه والله صاحبي اذا حل صفر ما اعطيه 10 ولا كذا فدي من ضمن الاشياء اللي انا اتمنى انها تعزز عندنا جميعا انه تكون في امانه سواء بالنسبه للتقدير بالنسبه لكل شيء هي اساس الحياه هو مبدا مبادئ الانسان اللي المفروض ما يتخلاش عنها. التايم اكزام اللي حددناه او اللي حنتفق عليه اتمنى من الجميع انهم يلتزموا به لانه المفاجاه انه مجموعه غيب وما حصل لي كذا فاتمنى قدر الله حصل ظرف الواحد حتكون في اجراءات عبر القسم وما الى ذلك بس حتى تكون الامور واضحه بالنسبه لكم. فالامتحان اللي حنتفق عليه ان شاء الله يفترض احنا نحدده ان شاء الله باذن الله عز وجل المحاضره الجايه بالاتفاق مع المندوب وحبلغكم به يكون يوم محدد وفي النهايه اتمنى ان الكل يكون موجود في يوم الامتحان. العشر درجات اللي قلنا عليها الديل الاكتيفيتيز حنطبقها يعني حتى تكونوا في الصوره حنعطي 10 درجات لكل طالب على الاكتيفيتيز حقه. فكل انسان لابد بالاكسرسايز اللي حنقولها لابد يحتفظ بها حنطلبها ان شاء الله في اخر السنه او في اخر الكورس بدون تعليل هذه طبعا حزين نقولها لكن ان شاء الله ما اعتقد انا اتوسل الخير في الجميع ما اعتقد ان هذا يحدث ان شاء الله لو حدث هذا هذه حتكون السنه الثالثه فبالتالي حقدم اعتزالي طيب اخيرا اذكر انه كل اللي قلته هذا هو عقد انا ملزم باني انفذه وانتم ملزمين بانكم باذن الله تعاونوا لتنفيذه وسبحان الله لو ما عجبكمش العقد هذا عادي ما في اي حاجه يعني كل واحد يروح لسبيله يعني هل في مشكله عموما انا سعيد في اول محاضره اني اشوفكم شكرا جزيلا لكم ان شاء الله نلتقي في الساعه شكرا جزيلا